بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة التعليم الفني الصناعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. حلقتنا النهاردة مخصصة لطلبة الصف الثالث تريكو آلي، وهنكمل مع بعض مادة مقايسات وتكاليف. عايزين نعمل كده مراجعة سريعة للي احنا خدناه في الحلقة اللي فاتت عشان نحاول نربط ما بين اللي احنا خدناه الحلقة اللي فاتت والحلقة دي. خدنا الباب الأول في المقايسات عبارة عن، اتكلمنا عن الباب الأول للمقايسات. خدنا في الباب الأول هو كان إيجاد المجهول. إيجاد المجهول عندي كان عبارة عن إيجاد العدة أو الجوج، كمان خدنا إيجاد طول الغرزة، وخدنا طول إيجاد العرض بتاعي أو الطول أو عدد الأسطر. أيا كان المجهول اللي عندي هو نفس القوانين اللي أنا بستخدمها. أيا كان القوانين اللي عندي بحاول أخد أي قانون منهم أستفيد بيه في حل المسألة. القوانين ديت كانت عبارة عن إيجاد مجهول، يعني معنى كده كان دايما يديني معلومة وعلى أساسها هبدأ أشتغل. يعني بمعنى ايه؟ لو اداني طول الخيط لسطر واحد يبقى انا هستخدم قانون طول الخيط لسطر واحد. لو اداني عدد الابر الشغاله يبقى انا هستخدم عدد الابر الشغاله. كمان لو اداني طول الخيط للقطعه كلها سواء متر او يارد يبقى انا هستخدم القانون للمتر واليارد. يبقى في الحاله دي لازم يديني معلومه هبدا اشتغل عليها. دي كانت بالنسبه لي هي الباب الاول، ودي من الابواب السهله جدا عندنا واللي بيبقى فيها مساله مباشره في الامتحان. وبدأنا مع بعض الباب الثاني كمان الحلقة اللي فاتت، وكان فيها منقسمة إلى جزئين. الجزء الأول بتاعي كان عبارة عن زمن التشغيل. يعني إيه كلمة زمن تشغيل؟ زمن تشغيل يعني عدد أيام، بيبقى عايز يعرف عدد الأيام اللي عن طريقها يمكن إنتاج الطلبية بتاعتي، سواء كانت الطلبية دي عدد فساتين، عدد بلوفرات، أو عدد أمتار. خدنا مجموعة من القوانين اللي بتساعدني في حل زمن التشغيل. إيه هي القوانين اللي إحنا خدناها؟ خدنا قانون عدد الأيام، خدنا قانون لعدد الماكينات، وخدنا قانون لإيجاد الطول الكلي بالمتر أو الإنتاج اليومي بالمتر اللي أنا بطبق فيه قانون السرعة. دي تعتبر القوانين اللي احنا خدناها في الحلقة اللي فاتت، واللي المفروض إن شاء الله هنكمل عليها النهاردة ونكمل بقية الباب. بس أنا عايزة أفكركم الأول بآخر مسألة احنا وقفنا عندها في زمن التشغيل عشان نعمل عملية ربط ما بين الحلقة القديمة والحلقة الجديدة. طيب نبص مع بعض بقى كده ونشوف المسألة كانت بتقول ايه. نبص مع بعض. ده كان المثال اللي احنا وقفنا عنده، اللي هو بيقول لي مطلوب تشغيل 1000 فستان بمعلومية الاتي: يلزم للفستان الواحد قطعة قماش تريكو طولها 3 متر، يعني طول الفستان 3 متر، بعرض 60 سنتي، ويتم التشغيل باستخدام ماكينتين. يعني انا عندي المصنع ده مشغل مكانتين، سرعه المكانتين دول قد ايه؟ 40 سطر لكل دقيقه، يعني كل دقيقه كل مكنه منهم بتطلع لي 40 سطر، وعندي عدد اسطر السنتي 16. 16 ايه؟ 16 سطر. ساعات العمل اليوميه 10 ساعات، يعني المصنع بيشتغل كل يوم 10 ساعات. تمام كده؟ طيب يعني ده زمن الورديه بتاعتي؟ اه ده زمن الورديه. طب مديني هنا عدد ورديات؟ يعني قال لي المصنع وردية واحدة أو ورديتين أو ثلاثة؟ لا، مش مديني عدد ورديات. يبقى في الحالة دي بعتبر إن المصنع وردية واحدة وعدد ساعات العمل بتاعته 10. طالب مني إيه؟ طالب مني الزمن الذي يتم فيه التشغيل. هو المقصود بكلمة الزمن هنا إيه؟ المقصود بكلمة الزمن هنا عدد الأيام. عدد الأيام اللي أنا هعمل فيها إيه؟ اللي أنا هعمل فيها 1000 فستان. طيب أول حاجة عندي عشان أجيب الزمن يبقى لازم اكتب القانون بتاعي. ايه هو قانون بقى زمن التشغيل بتاعي او عدد الايام؟ اهو بيقول لي الزمن يساوي الكميه المطلوب انتاجها على الانتاج اليومي. الكميه المطلوب انتاجها على الانتاج اليومي. الكميه المطلوب انتاجها عندي عدد الفساتين، لكن انا مش عايزاها فساتين، انا عايزاها امتار. ليه عايزاها امتار؟ عشان هنا مديني السرعه لكل دقيقه، يبقى طبيعي هحتاج ان انا اجيب انتاج يومي بالمتر. واحنا متفقين ان البسط لازم يبقى زي المقام، يعني لو اللي فوق امتار يبقى اللي تحت امتار. يبقى انا هنا هحول الكميه المطلوب انتاجها،
هحولها من عدد قطع او من عدد فساتين الى امتار. هو قال لي هنا المطلوب كام؟ 1000 فستان، والفستان الواحد 3 متر، يبقى الكميه المطلوب انتاجها بالمتر هتساوي عدد القطع في طول القطعه بالمتر. هشيل عدد القطع واحط ال 1000، وهشيل طول القطعه بالمتر واحط 3، واحسبهم مع بعض هيطلعوا 3000 متر. يبقى انا كده جبت الكميه المطلوب انتاجها اللي هو البسط. عايز اجيب المقام اللي هو الانتاج الايه؟ الانتاج اليومي بالمتر. الانتاج اليومي ده انا ممكن استخدمه مرتين، ممكن استخدمه عشان اجيب انتاج يومي للماكينات كلها، واستخدمه كمان عشان اجيب لي مكنه واحده. ازاي؟ انا عندي قانون الانتاج اليومي بيقول لي ايه؟ السرعه لكل دقيقه في 60 في عدد ساعات العمل في عدد الماكينات. يبقى لو انا عايزه اجيب انتاج يومي للمصنع كله هحط عدد الماكينات اللي شغاله عندي، سواء كانت 2 3 4، هو هنا في المثال مديني مكنتين. طب ولو انا عايزه انتاج يومي لمكنه واحده؟ سهله قوي، نفس القانون بس هشيل عدد الماكينات وهحط 1. طب انا عندي في المساله هنا كم مكنه شغاله؟ عندي مكنتين. يبقى الانتاج اليومي بالمتر بيقول لي السرعه لكل دقيقه في 60، ودول مرتبطين ببعض. يعني لو جات لي مثال في الامتحان وقال لي السرعه لكل ساعه، يبقى انا ما بحطش ال 60، يبقى ال 60 دي مرتبطه ان هو يبقى مدهاني بالدقيقه. يبقى السرعه لكل دقيقه في 60 في عدد ساعات العمل في عدد الماكينات على عدد اسطر السنتي في 100. يبقى انا كده جبت طول او الانتاج اليومي بالمتر. طيب نشوف القانون بتاعنا اهو، السرعه لكل دقيقه في 60 في عدد ساعات العمل في عدد الماكينات على عدد اسطر السنتي في 100. طبعا القانون ده يا شباب من القوانين المهمه جدا اللي لازم دايما بتجيلي في الامتحان كل سنه ايا كان شكلها. طيب نكمل مع بعض. يبقى هنا الانتاج اليومي هشيل السرعه واحط 40، ال 60 هتنزل زي ما هي، ال 10 دي هي عدد ساعات العمل، والاثنين قال لي عشان قال لي مكانتين، وعدد اسطر السنتي تحت 16 في 100، طلعت 30 متر. يبقى الانتاج اليومي طلع لي 30 متر، وقبليها احنا كنا مطلعين الكميه المطلوب انتاجها كانت 3000. يبقى هنا عدد الايام هتساوي ال 3000 اللي هي الكميه المطلوب انتاجها بالمتر على الانتاج اليومي بالمتر اللي هو 30، وهتطلع لي 100 يوم. مساله سهله وبسيطه جدا وخطواتها مباشره، محتاجه بس حفظ قوانين وتركيز. اهم حاجه مسائلنا في المقايسات يا شباب محتاجه تركيز. اقروا المساله بالراحه، هنبدا نفصصها حته حته ونشوف ايه اللي مطلوب منها. ماده المقايسات من المواد المقلقه جدا للطلبه كلها، مع ان انا شايفاها سهله وبسيطه، واللي بيفهمها وبيركز بتلاقيها سهلة في طريقة الحل. أهم حاجة عندي إن أنا أبقى حافظة قوانيني وعارفة إمتى أستخدم القانون ده وإمتى أستخدم القانون ده. المسألة هنا كان مديني مطلوب إنتاج عدد فساتين، ومديني سرعة، أعرف على طول بدل مديني سرعة يبقى أنا هطبق القانون اللي بيقول لي عدد الأيام بيساوي الكمية المطلوب إنتاجها على الإنتاج اليومي، بس لازم يبقى بالمتر. يعني أنا هحول الكمية المطلوب إنتاجها عندي دي من فساتين إلى أمتار، وعندي الإنتاج اليومي بالمتر، وطبقت القانون. عدد الأيام بتساوي الكمية المطلوب إنتاجها على الإنتاج اليومي، يبقى أنا طلعت كده عدد الأيام. مسألة سهلة وبسيطة، وإن جات لي في الامتحان طبعًا بيبقى عليها جزء من الدرجة، إحنا بنحاول نجمع درجات معانا مع بعض. طيب ده كان مثال اللي إحنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت، واللي المفروض كنتوا راجعتوه. طيب نكمل مع بعض بقى ونشوف المسألة التانية. زي ما احنا اتفقنا لازم نشتغل من كتاب المدرسة. يعني ايه نشتغل من كتاب المدرسة؟ مسائل المدرسة وكتابها ده مهم جدا. الوزارة عدت لنا كتاب مليان بالمعلومات، وفي الامتحان ما بتخرجش بره المعلومات دي. طب التمرين ده كان صفحة 43 رقم 5، بيقول لي ايه؟ مصنع تريكو يحتوي على 20 ماكينة. مصنع تريكو يحتوي على 20 ماكينة، يبقى أنا عندي هنا المصنع فيه كام مكنة؟ في 20. طلب منه إنتاج 11880 متر قماش، 11880 متر قماش، وعدد أسطر السنتي 12 سطر. نكمل مع بعض. بيقول لي سرعات الماكينات 10 ماكينات سرعتهم 30 سطر لكل دقيقة. يعني ال 20 مكنة دول عندي مقسومين لجزئين أو خطين. الخط الأول عبارة عن 10 ماكينات، العشرة دول سرعتهم 30 سطر لكل دقيقة. يبقى معنى كده ان اختلفت السرعة
يبقى لازم هجيب كل مجموعة لوحدها. ليه هجيب كل مجموعة لوحدها؟ لأن السرعة مختلفة. أول حاجة عندي في القانون هو إيه؟ السرعة. هنا السرعة العشرة الأولى اختلفت عن العشرة التانيين، يبقى طبيعي لازم هجيب طريقتين أو قانونين، أو هجيب مجموعة كل مجموعة لوحدها. طيب دي كانت المجموعة الأولى. طب نشوف كده المجموعة التانية بيقول لي إيه؟ بيقول لي العشر ماكينات التانيين سرعتهم 25 سطر لكل دقيقة. يبقى أنا عندي العشرين مكنة دول مقسومين عندي الخطين، كل خط عبارة عن 10 ماكينات. العشرة الأولانيين سرعتهم 30 سطر لكل دقيقة، والعشرة التانيين سرعتهم 25 سطر لكل دقيقة. يبقى أنا لما أحب أجيب الإنتاج اليومي طبيعي غصب عني لازم هجيب كل مجموعة لوحدها، ما ينفعش أجيب كلهم مع بعض لأن السرعة إيه؟ مختلفة. ده كان أول مثال عندنا. طب نكمل مع بعض ونشوف إيه تاني اللي طالبه مني. بيقولي عدد ساعات العمل اليومية 8 ساعات، يبقى عدد زمن الوردية بتاعتي 8 ساعات. المطلوب بقى أهو قال لي إنتاج كل مجموعة، ده طبيعي كده، ما ينفعش هيقول لي إنتاج يومي، لازم يقول لي إنتاج كل مجموعة. ليه قال لي إنتاج كل مجموعة؟ لأن إحنا اتفقنا إن عندي إيه؟ سرعتين. والمطلوب التاني هو الزمن اللازم لإنتاج القماش، طبعا الزمن ده المقصود به هو عدد الأيام. يبقى أول حاجة عندي طالب مني إنتاج كل مجموعة بالمتر، تمام. طيب هو أنا عندي إنتاج اليومي بالمتر بيساوي إيه؟ نشوف كده. إنتاج كل مجموعة في اليوم بالمتر، هناخد المجموعة الأولى، طبيعي هطبق قانون إيه؟ السرعة. يبقى السرعة لكل دقيقة في 60 في عدد ساعات العمل في عدد الماكينات على عدد أسطر السنتي في 100. طب المجموعة الأولانية كانوا كام مكنة؟ كانوا 10 ماكينات، سرعتهم كانت قد إيه؟ 30. يبقى 30 هضربها في 60، وده الثابت اللي بيحول لي من الدقيقة للساعة، في 8 ساعات اللي هم زمن الوردية بتاعي، في 10 ماكينات لأن إحنا قلنا إن المجموعة الأولى أو الخط الأول 10 ماكينات، على عدد أسطر السنتي اللي هو 12 في 100. يبقى أنا كده عملت إيه؟ جبت إنتاج المجموعة الأولى بالمتر في اليوم عن طريق إيه؟ عن طريق قانون السرعة. تاني بكتب القانون، السرعة لكل دقيقة في 60 في عدد ساعات العمل في عدد الماكينات على عدد أسطر السنتي في 100. شلت السرعة حطيت 30 لأن هو قال لي المجموعة الأولى سرعتها 30، الستين نزلت زي ما هي في 8 ساعات اللي هم زمن الوردية في 10 لأن أنا عندي الوردية في دي فيها 10 ماكينات على 12 اللي هم عدد أسطر السنتي في 100. طلعوا لي كام؟ طلعوا لي 120 متر، ده إنتاج المجموعة الإيه؟ الأولى، تمام. يبقى هنكمل ونشوف المجموعة التانية. طيب إنتاج المجموعة التانية، محدش يقول لي بقى أنا كتبت القانون مرة خلاص، لا إحنا مش عايزين زهق، إحنا عايزين دايماً في حلولنا أبدأ أكتب القانون وبعد كده أعوض. ليه؟ لأن دايماً القوانين دي عليها درجات، يبقى أنا ليه أنقص في الدرجات وأنا حافظة القانون؟ يبقى المجموعة التانية بالمتر هتساوي السرعة لكل دقيقة برضو في 60 في عدد ساعات العمل في عدد الماكينات على عدد أسطر السنتي في 100. طبعا لو في ورديات بضيفها فوق سواء كانت ورديتين أو ثلاثة. طب هشيل هنا السرعة وأحط 25 لأن المجموعة التانية كانت 25، الستين هتنزل زي ما هي في عدد ساعات العمل بتاعتي 8، والمجموعة التانية كانت كم مكنة؟ كانوا 10 ماكينات على عدد أسطر السنتي 12 في 100، طلعت لي 100 متر. يبقى أنا هنا جبت إنتاج كل مجموعة على حدة، جبت إنتاج المجموعة الأولى وإنتاج المجموعة التانية. طب ليه احتريت إن أنا أجيب كل مجموعة على حدة؟ لسبب بسيط أوي، إن أنا عندي هنا سرعتين. المجموعة الأولى كانت عبارة عن 10 ماكينات أو الخط بتاعي عبارة عن 10 ماكينات سرعتهم 30، لكن المجموعة التانية هم برضو 10 لكن سرعتهم 25. لما جيت أطبق القانون كان لازم أجيب كل مجموعة لوحدها. طلعت المجموعة الأولى 120 متر والمجموعة التانية 100 متر. هل ده كده إنتاج يومي؟ لا، ده إنتاج للمجموعة الأولى وإنتاج للمجموعة التانية. طب لما طلب مني تاني حاجة زمن التشغيل، يبقى أول حاجة هكتبها له في القانون هو زمن التشغيل أو عدد الأيام أو المدة الزمنية اللي هو بيتساوي إيه؟ الكمية المطلوب إنتاجها على الإنتاج اليومي. هنا المجموعتين دول مش إنتاج يومي، ده مجموعة أولى ومجموعة تانية، يبقى أنا هعمل إيه؟ يبقى أنا لازم أجمعهم مع بعض عشان أجيب
الانتاج اليومي للمجموعتين، يبقى ده كده انتاج يومي للمصنع كله. المجموعة الأولى زائد المجموعة التانية. المجموعة الأولى كانت 120 والمجموعة التانية بقت 100، فطلعت لي 220 متر. يبقى أنا كده جبت الإنتاج اليومي للمصنع كله للمجموعتين بالمتر. طيب المطلوب التاني بقى عندي هو الزمن اللازم لإنتاج القماش. طبعا ممكن يقول لي الزمن، ممكن يقول لي عدد الأيام، ممكن يقول لي المدة الزمنية، كل ده بمعنى واحد. يبقى الزمن هو عدد الأيام، هو المدة الزمنية. وزي ما احنا اتفقنا لازم أبدأ بكتابة القانون، يبقى الزمن بتاعي أو عدد الأيام بتساوي الكمية المطلوب إنتاجها على الإنتاج اليومي. الكمية المطلوب إنتاجها عندي مديهاني كام؟ 11880 متر. طب والإنتاج اليومي؟ ثواني، ده أنا جبت الإنتاج اليومي ده للمجموعة الأولى الأول، وبعدين المجموعة التانية جمعتهم مع بعض إداني إنتاج يومي للمصنع كله. يبقى أنا هنا أجي أطبق القانون بتاعي أهو، الكمية المطلوب إنتاجها على الإنتاج اليومي، آدي هشيل الكمية المطلوب إنتاجها وأحط 11880 متر اللي هو الكمية المطلوب إنتاجها على ال 220 متر اللي هو الإنتاج اليومي للمصنع كله، طلعت لي 54 يوم. يبقى أنا كده حليت المسألة بتاعتي، جبت المطلوب اللي هو عايزه، قال لي عايز مجموعة أو إنتاج المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية أو كل مجموعة على حدة، أنا جبت له فعلا إنتاج كل مجموعة على حدة عن طريق قانون السرعة. طيب والجزء الثاني كان طالب مني إيه؟ زمن التشغيل أو المدة الزمنية أو عدد الأيام. في الحالة دي طبقت قانون عدد الأيام اللي هو الكمية المطلوب إنتاجها على الإنتاج اليوم. كده يا شباب يعتبر إحنا نهينا جزء كبير من منهجنا، خلصنا زمن التشغيل. زمن التشغيل ده بيجيلي في الامتحان يا اما مساله منفرده بذاتها زي المسائل اللي احنا خدناها كده، يا اما بتجيلي داخل المساله الاساسيه يطلب مني اجور عمال ويديها لي باليوم. يبقى في الحاله دي بيقول لي بطريقه غير مباشره استخدمي زمن التشغيل، لان احنا عندنا ماده المقايسات دي ماده متصله، ما ينفعش اقول المساله دي جايه لي في الباب الثاني وزمن التشغيل ده باب كذا، ما ينفعش يرتبطوا ببعض، لا الكلام ده مش موجود. احنا عندنا الماده عندنا ماده متصله، فطبيعي ممكن تبقى المسألة جاية لك شاملة، جزء من الباب الأول، جزء من الباب الثاني، داخلة في الباب الثالث، فإحنا بالنسبة لنا مادة المقايسات دي مادة من المواد المتصلة. يبقى إحنا هنكمل الجزء الثاني من الباب اللي هو بالنسبة لي مهم جدا اللي هو تكاليف الإنتاج. طب عايزين نعرف الأول يعني إيه كلمة تكاليف إنتاج؟ يعني يجي يقول لي مطلوب من مصنع يعمل 100 فستان، 100 بلوفر، 100 جاكيت، 200 جيليه، ايا كان اللي هو هيطلبه، دي اسمها الكميه المطلوب انتاج، تمام؟ وعايز يعرف ثمن البيع بعد اضافه الربح. لا ده دي ليها خطوات كتيره جدا. ليه بقى؟ لان المساله دي هي المساله الاساسيه عندي في الامتحان، اللي اول ما بفتح الامتحان وابص في الورقه بلاقيها قدامي هي السؤال الاول. يبقى انا لازم افهمها كويس، وهنحاول على قد ما نقدر ناخد كل افكار الكتاب، لان اكيد الامتحان مش هيخرج عن الكتاب المدرسي بتاعنا. طيب انا عايزه احط لنفسي خطوات هشتغل عليها ايا كانت المساله اللي قدامي. ايه هي الخطوات بتاعتي؟ اول حاجه عندي في الخطوات هي مجموع الاجزاء. مجموع الاجزاء، طب ايه مجموع الاجزاء دي؟ لو انا عندي ترتيب الوان، يعني ايه ترتيب الوان؟ قال لي مثلا الكميه لونين، احمر واخضر، احمر واخضر واصفر، يبقى دي اسمها ترتيب الالوان، بعمل لها مجموع الاجزاء. او قال لي ده هي صوف مثلا وقطن، يعني نوعين من الخامات، يبقى انا برضو بجيب لها مجموع اجزاء. او جه قال لي ترتيب ابر، اتنين داخل الشغل واتنين خارج الشغل، يبقى في ترتيب ابر، يبقى انا برضو بجيب مجموع الاجزاء. يبقى اول خطوه عندي في طريقه الحل بجيب مجموع الاجزاء. طب دي الخطوه الاولى. طب الخطوه الثانيه ايه؟ بجيب الطول الكلي بالمتر. لو هو قايل لي 1000 فستان، 100 فستان، 100 جاكيت، 100 بلوفر، بنا بجيب الطول الكلي بالمتر. طب ولو هو قال لي مطلوب انتاج 200 متر مثلا، طب انا اجيبها ليه؟ هو اصلا مدهاني، يبقى انا في الحاله دي ما بجيبهاش. طب ولو مديني عدد قطع، يعني مديني 100 فستان، 100 جيليه، 100 جاكيت، بجيبها ازاي؟ بجيبها عن طريق عدد القطع في طول القطعه بالمتر. يبقى الخطوه الثانيه ان انا بجيب الطول الكلي بالمتر. قلت الخطوه الاولانيه جبت ايه؟ مجموع الاجزاء، تمام. الخطوه الثانيه جبت ايه؟ جبت الطول الكلي بالمتر. الخطوه الثالثه عندي دي بقى اهم حاجه. ايه هي الخطوه الثالثه دي؟ هي ايجاد الوزن. ايجاد الوزن، الوزن ده ليه كذا طريقه، يا اما يكون وزن برطل، لو انا مديني خامه قطن، كتان، حرير، صوف، يبقى طبيعي ان انا بجيب وزن برطل.
يا اما بيكون الوزن بالكيلو جرام لو هو متري او تكس او دينير. طبعا لو ليه متري هيبقى ليه قانون، لو تكس او دينير بيبقى ليه قانون تاني. يبقى انا عندي مجموعه من القوانين، المساله هي اللي بتحدد لي انا هاخد انهي قانون فيهم. تمام، جبت الوزن، بعد ما بجيب الوزن بجيب ايه؟ الثمن او ثمن الكميه بتاعتي. اشوف كم كيلو، كم رطل، والرطل بكام، وببدا اجيب الثمن. طيب بعد ما بجيب الوزن والثمن ببدا اخش في الاجور، اجره لف وتدوير، اجره تشغيل، اجره كي، اجره تغليف، اجره تفصيل، دي اسمها الاجور المتغيره بتاعتي. وبضيف كمان المصاريف الغير مباشره. ايه المصاريف الغير مباشره دي؟ اللي هي المصاريف الاداريه، مصاريف نور، مصاريف ميه، مصاريف صيانه، دي كلها اسمها مصاريف اداريه او نسريه او مصاريف غير مباشره. بجمعهم كلهم مع بعض وتبقى دي بالنسبه لي هي جمله التكاليف. لو انا حبيت اجيب تكلفه القطعه بحط جمله التكاليف على عدد القطع، يبقى انا كده جبت التكلفه. عايز اجيب ثمن البيع بضيف عليه نسبه الربح بتاعتي. يبقى احنا كده استعرضنا الخطوات اللي المفروض انا بشتغل عليها، بس لازم اطبق ده عملي، يعني مش شرط ان انا اكون حافظه وخلاص، لا، انا حافظه الخطوات دي عشان لو جه هو قال لي اعملي مقايسه يبقى انا حافظه ايه الخطوات اللي انا همشي بيها، 1 2 3. طب لكن لو هو قال لي المطلوب مثلا الوزن موجود، مطلوب الاجور موجود، اجمل التكاليف، يبقى انا في الحاله دي همشي بالترتيب ما هو طالب. طب نبص مع بعض، نشوف مع بعض كده، دي خطوات حل تكاليف الانتاج اللي انا عايزاكم كلكم تحفظوها وتركزوا فيها كويس قوي. الخطوه الاولانيه زي ما اتفقنا هي ايجاد مجموع الاجزاء سواء كان للابر او للالوان او الانواع. يعني ايه؟ لو انا عندي ترتيب ابر، لو انا عندي الوان او عندي انواع. ترتيب ابر يعني ايه؟ قال لي ابرتين داخل الشغل وايه واحده خارج الشغل او ثلاثه خارج الشغل. طب وايه ترتيب الالوان؟ لو انا عندي احمر واخضر واصفر. طب ويعني ايه انواع؟ لو انا عندي قطن وكتان، صوف وحرير، متري وتكس، يبقى في الحاله دي انواع برضو بعمل مجموع الاجزاء. الخطوه الثانيه بجيب الطول الكلي بالمتر اللي هو بيساوي عدد القطع في طول القطعه بالمتر. طيب الخطوه الثالثه ايجاد الوزن والثمن، ان انا بجيب الوزن حسب نوع الخامه بقى. لو هو خامه طبيعيه يبقى بجيب لها وزن برطل، لو هي خامه صناعيه متري او تكس او دينير هجيب لها الوزن بالكيلو، وبعد كده بجيب الثمن. رابع حاجه بجيب الاجور. ايه الاجور دي؟ كل جنيه اتصرف، اي مليم اتصرف على الطلبيه بتاعتي ده بحسبه، اجور تشغيل، اجور تفصيل، اجور كي، اجور تغليف، ايا كانت. طيب خامس حاجه بجيب جمله التكاليف، هي ثمن الخامات والاجور وايه والمصاريف. ايه المصاريف دي؟ اتفقنا عليها ان هي المصاريف الغير مباشره. واخر حاجه عندي بجيب تكلفه القطعه وثمن بيعها بعد اضافه الارباح. لو انا فهمت الخطوات دي واحده واحده وفهمت امتى بجيب كل خطوه وان الاولى قبل الثانيه والثانيه قبل الثالثه، هلاقي نفسي حليت المساله بسهوله جدا، مش محتاجه اي حاجه. طيب هنبدا مع بعض بقى تمارين على تكاليف الانتاج. بيقول لي ايه؟ مثال ده رقم ايه؟ رقم 1 صفحه 52، بيقول لي طلب من مصنع تريكو توريد 100 بلوفر. 100 بلوفر، البلوفر ده بدون كم، عرض البلوفر 50 سنتي، يبقى العرض على المكنه اللي انا بشتغل بيه 50 سنتي، وطوله 70 سنتي، طول البلوفر 70. لكن هو بيقول لي مكون من قطعتين، ايه القطعتين دول؟ قطعه للصدر وقطعه للظهر. يبقى هو القطعه الواحده طولها 70، لكن انا عندي قطعتين، يبقى كده طول البلوفر على بعضه كام؟ هيبقى 140. جت منين ال 140؟ ما هي القطعه الاولى 70 والقطعه الثانيه 70، وطبعا الطول بيتجمع، يبقى انا عندي البلوفر بتاعي قطعتين. طيب الماكينه جوج 12 انجليزي، يبقى انا عندي المكنه اللي شغاله دي 12 انجليزي، وتعمل من الوجهين، يبقى عدد الاوجه بتاعتي 2، وطول الغرزه 75 من 100 سنتي، وعدد اسطر السنتي 8. التشغيل من نوعين، يبقى هنرجع بقى لمجموع الاجزاء اللي احنا قلنا عليها، لان هو هنا قال لي التشغيل منين؟ من نوعين. ايه هما النوعين بقى عندي؟ اهو النوع الاول ورستد رقم 20، سعر الرطل منه 16 جنيه. يبقى اول نوع من الخامات بتاعتي كان ورستد، يعني صوف. صوف رقم كام؟ 20، يعني نمرته 20. الرطل منه بكام؟ ب 16 جنيه. الخيط الثاني اكريليك،
انا ما يهمنيش ان هو قال لي اكريليك، انا اللي يهمني هيقول لي اكريليك ايه. هو قال لي اكريليك متري نمرته 28 على 2، يبقى طبعا بتتقسم. احنا عندنا المتري من الخامات اللي بتتقسم، يبقى انا عندي هنا النمره هتبقى 14 مش 28 على 2. سعر الكيلو جرام بتاعي 30. طب وليه هو هنا قال لي سعر الكيلو وقال لي الورست السعر بالرطل؟ ليه؟ لان انا هنا هيبقى عندي قانونين، قانون الوزن بالرطل في خامه الورستد، وقانون الوزن بالكيلو جرام هيبقى للمتر بتاعي. يبقى انا عندي فهمت كده من المساله ان انا عندي نوعين من الخامات، الخامه الاولانيه ورستد ومديني نمرتها وعايز بيها الوزن بالرطل وتمن. طب والخامه الثانيه اكريليك متري نمرتها كام؟ 28 على 2. المتري من الخامات اللي بتتقسم، يبقى الطبيعي دي مش هتبقى 28 على 2، دي هتبقى 14. الوزن في المتري ما بيبقاش بالرطل، الوزن في المتر بيبقى بالكيلو جرام. يبقى انا هجيب الوزن بالكيلو جرام وهجيب له الثمن. طب نكمل مع بعض المساله. قال لي ايه الترتيب بتاعي؟ 3 سطور من النوع الاول و2 سطر من النوع الثاني. طب هو الثلاث سطور اللي من النوع الاول دي تنطبق على مين؟ تنطبق على الورستد، لان هو قال لي النوع الاول ورستد. طب والنوع الثاني اللي هو المتري. اجره التدوير للرطل 50 قرش. اجره التدوير للرطل يعني يقصد بيها اوزن الرطل اللي هو بتاع الورستد 50 قرش. طبعا احنا ما بنشتغلش بقروش، انا بجمع جنيهات، يبقى في الحاله دي لما اجي اجيب الاجور هقسم على 100. والاكريليك 120 قرش، يبقى انا هلف الاكريليك المتري ب 120 قرش لمين؟ للكيلو جرام. اجره التشغيل 4.5 لمين؟ للبلوفر. 4.5 جنيه للبلوفر الواحد. اجره القص 3 جنيه للبلوفر. اجره التجهيز، كل اللي انا بقوله دي اجور. اجره التجهيز والتغليف 24% للنص دسته. هنغلف كل نص دسته هندفع عليها 24 قرش. قال لي بعد كده المصاريف اللي هي الغير مباشره بتاعتي او المصاريف النثريه 305.6 جنيه. استهلاك خامات، يعني استهلاك خامات نظري ان في خيوط اتقطعت. ايه هو استهلاك الخامات عندي؟ 375,000 رطل للورستد و480 جرام للاكريليك. طالب مني اول حاجه وزن الخيط لكل نوع على حده واجره تدويره، ورقم 2 جمله التكاليف وتكلفه البلوفر الواحد، ورقم 3 ثمن بيع البلوفر بعد اضافه مكسب 8.4 جنيه للبلوفر. يعني هو عايز يكسب في كل بلوفر 8.4. يبقى في الحاله دي هنبيع البلوفر بكام؟ هي دي المساله اللي انا كنت بتكلم عليها وبقول لكم ان هي دي المساله الاساسيه عندي في الامتحان، اللي لازم نكون مركزين فيها كويس قوي وفاهمينها وعارفين خطوات الحل بتاعتها. طيب نتكلم كده بسهوله عن المساله، هنفتكر كده المساله كانت بتقول ايه. قال لي المساله دي عباره عن ايه؟ انتاج كميه من البلوفرات عددها 100، بتديني طول البلوفر الواحد 70، وقايل ان هو قطعتين امام وخلف. تمام. طب الامام وخلف دول يعني معنى كده ان البلوفر بتاعي ما بقى 70، ده البلوفر بتاعي بقى طوله 140. اداني كمان ان هو معمول بنوعين من الخامات، ورستد وايه ومتري. الورستد يبقى انا فهمت كده ان انا هجيب له وزن برطل، والمتري هجيب له وزن بكيلو جرام. وبعد كده مديني اجور. ايه هي الاجور اللي اداها لي؟ اجره قص، اجره تدوير، اجره تفصيل، اجره تغليف، مجموعه من الاجور. يبقى انا في الحاله ديت طالب مني اول حاجه هو ايجاد الوزن. طب نفتكر كده الخطوات اللي انا قلت عليها. قلت اول حاجه بجيب ايه؟ مجموع الاجزاء. ليه مجموع الاجزاء؟ لان انا عندي هنا ترتيب نوعين. ايه هما النوعين؟ الورستد والمتري. قال لي النوع الاولاني 3 والنوع الثاني 2. يبقى اول خطوه عندي في الحل هنشوفها مع بعض اهي. اول حاجه بجيب مجموع الاجزاء. مجموع الاجزاء، مجموع الاجزاء عندي 3 للورستد، يبقى 3 زائد 2 اللي هي للمتري هتطلع 5. يبقى انا كده جبت اول خطوه عندي مجموع الاجزاء. الخطوه الثانيه في الخطوات اللي انا حافظاها الطول الكلي بالمتر، اللي هو بيساوي ايه؟ عدد القطع في طول القطعه بالمتر. عدد القطع عندي هنا كام؟ 100، والقطعه بتاعتي طولها 70، بس انا عندي قطعتين عشان كده ضربت 70 في 2 وقسمت على 100 عشان ال 70 دي بالسنتي،
وهو بيقول لي هيبقى الطول بالمتر، يبقى قسمت على 100، طلعت لي 140 متر. يبقى الكمية المطلوب إنتاجها عندي 140 متر أو 100 فستان. طيب نيجي بعد كده الوزن بالرطل للورستد. أنا عندي هنا وزنين، قلنا ليه هنجيب وزنين؟ علشان خاطر عندي هنا نوعين من الخامات، الورستد الوزن بتاعه بالرطل. طب نكتب القانون بتاعه هو معايا. القانون بتاعه بيقول ايه؟ العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج او النمرة او العدة، التلاتة بمعنى واحد في طه. مين طه دي؟ اللي هي طول الغرزة او متوسط طول الغرزة او مشوار الابرة، في عدد اسطر السنتي، في طول القماش بالسنتي، وعندي هنا طول الغرزة بالسنتي قسمت على 100 عشان احولها المتر، في 35/32 عشان احول المتر الى ياردة، وبقسم تحت نمرة الخيط في الطول الثابت. هبدأ اشيل كل كلمة واحط رقمها، واللي كلها هتكون موجودة عندي في المسألة، مش موجودة، لا ده هتبقى موجودة. اول حاجة عندي هشيل العرض واحط 50، الاتنين على 5 هتنزل زي ما هي لان دي ثابت تحويل من السنتي الى البوصة. الجوج هشيل واحط 12، عدد الاوجه عندي 2، طول الغرزة 75/100، عدد اسطر السنتي 8، وطول القماش بالسنتي 140، بس دي بالمتر اهي، قدامي اهي بالمتر، علشان كده ضربت في 100 عشان احوله الى سنتي، لان القانون بيقول لي طول القماش بالسنتي، وطبعا القانون ما يتغيرش. على 100 عشان تبقى بالمتر، في 35/32 عشان احول من متر الى ياردة، وعندي هنا نمرة الخيط 20، ولانها ورستد بقت 560. طب ايه لو انا مشيت كده من غير ما احط 3/5؟ انا حليت المساله غلط. ليه؟ لان انا عامله في البدايه، نبص كده، مجموع الاجزاء 3 + 2. هي مين التلاته دي؟ هي ترتيب الورستد. طب ما انا بجيب وزن الورستد اهو، يبقى هحط هنا 3 اللي هو ترتيب الورستد بتاعي على الخمسه اللي هي دي اللي هي مجموع الاجزاء، يبقى في 3/5. طلعت الوزن بالرطل 23,625 من 1000 رطل. أنا كده جبت الوزن للنوع الأولاني، بس قال لي عندك استهلاك. قال لي استهلاك الرطل كام بقى؟ 375 من 1000. يبقى أنا أول خطوة اللي بعد كده هقول له الوزن بالرطل بعد إضافة الاستهلاك. طب كتبت الوزن بالرطل اللي أنا طلعته وضفت عليه الاستهلاك، طلع لي 24 رطل. يبقى أنا كده جبت وزن النوع الأول، وزن النوع الأول اللي هو الإيه؟ الورست. طيب هو تمن الورستد قال لي كام؟ 16. 16 ايه؟ الرطل. يبقى انا عندي تمن الورستد 24 في 16 384 جنيه. هنبدا نرقم مع بعض، كل حاجه تطلع لي بالجنيه هديها رقم. اي خطوه وانا بحل المساله الاقي الناتج بتاعها بالجنيه هديها رقم. ليه هديها رقم؟ عشان لما اجي اجيب مجموع الاجزاء في الاخر، بعد ما باجي اجيب في الاخر خالص التكلفه، هجمع كل الارقام اللي انا مديها دي من اول واحد لغايه رقم 5 لغايه رقم 6 لغايه رقم 7 زي ما انا مديه. يبقى كل بند معايا انا بطلعه بالجنيه ببدا اديله رقم. ليه ببدا اديله رقم؟ عشان لما اجي اجيب جمله التكاليف ابقى انا عارفه الارقام اللي انا هجمعها، لان جمله التكاليف دي شامله ايه؟ شامله 8 خامات وشامله اجور وشامله مصاريف. يبقى انا عشان ابقى محدده ايه اللي انا هجمعه فببدا احدد معايا كل جنيه طالع لي هرقمه برقم. طب نكمل. جيت بعد كده عايز وزن الاكريليك المتري، ما انا كده جبت وزن الورستد وتمنه. طيب عايز اجيب بقى وزن الاكريليك المتري، وده هيكون فيها الوزن بايه؟ بالكيلو جرام. الوزن بتاعي بالكيلو جرام، يبقى بيساوي ايه؟ العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج في عدد الاوجه في طول الغرزه في عدد اسطر السنتي في طول القماش بالسنتي. ايه ده؟ طب ما هو نفس المساله اللي زي القانون اللي فات، ايه اللي اختلف؟ لا اللي اختلف هنا انا ما حطيتش 35/32، لان انا مش محتاجه طول بيرضه، لان الوزن بالكيلو جرام بتاعي بيبقى الطول فيه بالمتر، يبقى انا ما ضربتش في 35/32. كمان عندي تحت نمره الخيط وما فيش طول ثابت. لا ده انا كمان قسمه تحت على 1000. طب ايه ال 1000 دي اللي انا قسمتها دي؟ دي ايه دي؟ الألف دي هي عبارة عن تحويل من جرام إلى كيلو جرام. يبقى ده قانون إمتى بستخدمه؟ لو قال لي متري. ناخد بالنا قوي من الكلمة دي، لو قال لي متري يبقى أنا هستخدم القانون ده، العرض بالسنتي في 2/5 في الجوج في عدد الأوجه في طول الغرزة في عدد أسطر السنتي في طول القماش بالسنتي، بقسم تحت على 5
ونمرة الخيط ومية عشان أحول السنتيمتر وألف عشان أحول الجرام إلى كيلو جرام. بدأت أشيل كل كلمة عندي وأحط رقمها اللي موجود عندي في المسألة، بس جيت في الآخر هنا وضربت في كام؟ في 2 على 5. إيه الاتنين على خمسة دي؟ لو كنتوا خدتوا بالكم من البداية في مجموع الأجزاء كنت قايلة إن ترتيب المتر بتاعي 2، فضربت في 2 ومجموعهم 5 يبقى في 2 على 5، يبقى أنا كده جبنا الوزن بالكيلو جرام 11.52 كيلو جرام. بس في حاجة عندي لسه، قال لي عندك استهلاك. قال لي الاستهلاك إيه بقى؟ قال لي 480 جرام. طب أنا ينفع أقول له الوزن بعد الاستهلاك أجمع كيلو مع جرام؟ طبعا ما ينفعش، لازم يبقى كيلو مع كيلو. فهنا قسمت على 1000، 480 دي قسمتها على 1000 أهي علشان تبقى بالكيلو جرام، وجمعتها مع بعض طلعوا 12 كيلو جرام. يبقى أنا كده جبت، نفتكر مع بعض كده اللي احنا جبناه، جبت أول حاجة وزن الورستد وتمنه ورقمته برقم 1، وبعد كده جبت وزن الأكريليك وهرقمه. قال لي هنا الكيلو بكام؟ عندي 12 كيلو والكيلو ب30، يبقى الثمن بتاعه 12 في 30 ب360، ودي كانت هتبقى رقم 2. نركز كده في اللي احنا عملناه. يبقى انا عملت اول حاجه خطوات الحل بتاعتي، نسترجعها تاني. اول خطوه عملت مجموع الاجزاء. مجموع الاجزاء ايه هي؟ جمعت الترتيب بتاعي الثلاثه زائد 2. مين الثلاثه؟ اللي هو الورستد، ومين الاثنين؟ اللي هو المتر. الخطوه اللي بعد كده جبت الطول الكلي بالمتر، ضربت عدد القطع بتاعتي اللي هي 100 في 70 في 2. ايه 70 في 2 دي؟ لان انا عندي قطعتين، وقسمت على 100 عشان يبقى بالمتر، طلعت الطول الكلي بالمتر. الخطوه الثالثه جبت الوزن بالرطل اليمين للورستد، كتبت القانون بتاعي عادي خالص، وضفت في الاخر 3 على 5 اللي هو ترتيب مين؟ الورستد. بعد ما طلعت الوزن للورستد ضفت عليه الاستهلاك وجبت له الثمن. بس لما جبت الثمن رقمته برقم 1. طيب وبعد كده اللي انا عملته في الورستد عملته برضو مع الاكريليك المتري، بس هنا الوزن كان بايه؟ بالكيلو جرام. وبعد كده بعد ما طلعت الوزن ضفت له الاستهلاك برضو بتاعي، وحولت الجرام بتاعه الكيلو عشان يبقوا الاثنين كيلو جرام مع بعض، وبعد كده جبت له الثمن وكتبته برقم 2. يبقى انا كده طلعت رقم 1 وطلعت رقم 2. تمام. طيب نكمل بقى بعد كده ونبدا نجيب الاجور. اول حاجه عندي هنا ايه؟ أجرة اللف. مديني هنا أجرة لف للورستد وأجرة لف للمتري. مديني هنا أجرة لف الورستد 50 قرش لمين؟ للرطل. طب أنا عندي كام رطل؟ عندي 24 رطل. طب وأنا بشتغل بالقرش؟ لا طبعًا، أنا بشتغل بالجنيه، يبقى هضرب 24 في 50 على 100. ليه 50 على 100؟ لأن هو قال لي الرطل ب 50 قرش، وليه ال 100؟ عشان أقسم إلى الجنيه أو أحول إلى الجنيه. طب في الحالة دي هرقمها رقم كام؟ 3 اهو زي ما احنا شايفين مع بعض، هتطلع لي 12 جنيه. يبقى انا طلعت كده اجرة لف مين؟ الورستد. زي ما طلعت اجرة لف الورستد لازم اطلع اجرة لف المتري. اجرة لف المتري قال لي كام؟ 120 قرش. 120 قرش لمين؟ للكيلو. طب انا عندي كام كيلو؟ عندي 12 كيلو. ضربت ال 12 في 120 على 100 برضو عشان انا بحول القرش لجنيه، وطلعت اجرة لف المتر بتاعتي بالجنيه، ودي بقت رقم 4. يبقى احنا كده طلعنا كام رقم؟ طلعنا رقم 1، طلعنا رقم 2، طلعنا رقم 3 ورقم 4. رقم 1 نعد مع بعض كده كان الثمن الورستد، رقم 2 كان الثمن المتري، ورقم 3 كانت ايه؟ ايوه موجودة عندك اهي، ايوه اجرة لف الورستد، ورقم 4 أجرة لف المتر. نكمل مع بعض بقية الأجور بتاعتنا أهي. وعندي أجور التشغيل. أجرة التشغيل عندي قال لي 4.5 للبلوفر. يبقى أنا عشان أجيب أجور التشغيل هضرب عدد البلوفرات في أجرة التشغيل. أنا عندي عدد البلوفرات اللي هو قال لي عليها 100، وقال لي البلوفر الواحد 4.5، بس 4.5 إيه؟ جنيه. هنا بقى مش قرش، فمش هقسم على 100. يبقى 100 في 4.5 طلعت لي 450 جنيه، دي رقم 5. رقم 5 دي كانت ايه؟ كانت أجرة التشغيل. عندي بعد كده أجرة القص. قال لي البلوفر الواحد 3 جنيه. طب أنا عندي كام بلوفر؟ عندي 100 بلوفر. يبقى 100 في 3 طلعت لي 300 جنيه، ودي بقت رقم 6. عندي بعد كده أجرة التجهيز. هنا أجرة التجهيز قال لي
24% جنيه بس للنص دستة. طب اجيب ازاي النص دستة؟ هو النص دستة فيها كام؟ فيها ستة، وانا عندي كام قطعة؟ عندي 100، يبقى هضرب في 100 على 6 عشان اجيب عدد النص دستة بتاعتي، طلعت لي 70 جنيه، دي رقم 7. يبقى انا هنا، طب افرضي قال لي في الدستة، يبقى كنت هقسم على 12. طيب المصاريف النثرية بتنزل زي ما هي، او الادارية 305 و6 من 10 جنيه، دي رقم 8. يبقى انا كده جبنا 8 حاجات. ايه هم الثمان حاجات اللي جبناهم؟ جبنا ثمن الورستد، ثمن المتري، اجره لف الورستد، اجره لف المتري، واجره التشغيل، واجره القص، واجره التجهيز، واخر حاجه عندي هي المصاريف. نشوف بقى الخطوه اللي بعد كده اللي هتجمع لي كل ده. يبقى جمله التكاليف، احنا اتفقنا جمله التكاليف دي شامله ايه؟ في الخطوات بتاعتي شامله ثمن خامات واجور ومصاريف. اهو حطيت ثمن الخامات الاولى والثانيه اللي هي ثمن الورستد والمتري، وحطيت الاجور بتاعتي من اول اجره اللف لغايه اجره التجهيز، وضفت عليها ال 305.6. لو احنا عدينا الحاجات اللي موجوده قدامي دي هلاقيهم فعلا 8 نقط، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي هم الثمانيه اللي احنا رقمناهم. عشان كده لما قلت نرقم هيبقى سهل علينا قوي وانا بجمع. طلعت لي جملة التكاليف 1896 جنيه، دي كده جملة التكاليف للكمية كلها اللي هم كام بلوفر؟ 100. طب يبقى البلوفر الواحد تكلفته قد ايه؟ يبقى هقول له كده تكلفة البلوفر هتساوي جملة التكاليف على عدد القطع. جملة التكاليف عندي 1896 وعدد القطع عندي 100، بتساوي 18.96 من 100 جنيه. طب هو قال لي في الاخر عايز يكسب 8.4%، يبقى هنبيع البلوفر بكام؟ هعمل له عمليه جمع، يبقى هحط له تكلفه البلوفر واحط له المكسب اللي انا عايز اكسبه، ويبقى انا كده بعت البلوفر بتاعي بعد المكسب ب 27 جنيه. مساله دسمه ومليانه، وهي دي المساله الاساسيه عندي في الامتحان، اللي للاسف عشان فيها خطوات كثيره جدا بيبقى عليها درجه كبيره جدا. اتمنى طبعا ان انتوا كلكم تحلوها وتبقى سهله بالنسبه لكم، وهناخد افكار تانية مع بعض دايما في الحلقات. طيب نكمل مع بعض فكره جديده اهي. ده تمرين تاني، تمرين 7 صفحه 66. طبعا احنا شايفين ان هي خطواتها كتير، فكون ان هي الخطوات كتير بنلاقي كل خطوه منهم عليها درجه. بيقول لي مصنع تريكو مطلوب منه انتاج 240 جنيه. 240 جنيه يبقى الكميه المطلوب انتاجها 240 على ماكينة مستطيلة جكر حسب المواصفات الآتية. إيه هي المواصفات الآتية بتاعتي؟ الماكينة نمرة 12 إنجليزي، الإبر من الوجهين، طول الغرزة 3/4، وعدد أسطر السنتي 16 سطر. ترتيب التشغيل مترتبة إزاي؟ 2 أبيض و2 أحمر و2 أسود، بس التلاتة صوف، يعني التلاتة نوع واحد، وتقريبا هيبقوا كمان نمرة واحدة، لكن الألوان هي اللي مختلفة، أبيض وأحمر وأسود، بس مديني كل لون 8، يعني مديني الأبيض مثلا 28، مديني الأحمر 26، ومديني الأسود 24. طبيعي ما دام الثمن اختلف يبقى طبيعي هجيب كل وزن لون على حد. بيقول لي التشغيل من خيط صوف فورستد رقم 36/2، يبقى هو فعلا هنا مديني أهو نمرة واحدة للثلاث خامات. حتى نهاية التشغيل واستهلاك خامات 4%. بيقول لي البرواز بتاع الجيليه بلون اسود ووزنه 27.2، بيقول لي يضاف 27.2 رطل للون الاسود نظير عمل البرواز. يبقى انا بعد ما اجيب اللون الاسود هضيف عليه ال 27.2 اللي هم نظير عمل البرواز. البيانات بتاعتي ايه بقى؟ بيقول لي عرض الجيليه 50، وطول الجيليه قطعتين امام وخلف، طوله قد ايه القطعه الواحده؟ 70، زي المساله اللي فاتت، يبقى قطعتين يبقى هضرب في 2. نبص بقى للخطوه اللي جايه، دي مهمه قوي. الانتاج على 4 ماكينات. حد بقى يرجعني كده ورا شويه عند باب زمن التشغيل. الانتاج على 4 ماكينات، لكل ماكينه عامل، يبقى انا عندي هنا 4 عمال. سرعه المكنه 40 سطر لكل دقيقه، وعدد ساعات العمل اليوميه 8 ساعات. ده هو كده دخل لي المساله كمان فيها زمن تشغيل، ومديني الاجور بقى. اول قال لي اول حاجه الاجور، الجيليه عايز 8 زراير، سعر الزرار 25 قرش،
أجرة التدوير 160 قرش للرطل، أجرة التشغيل للعامل 30 جنيه في اليوم. طب إحنا عندنا كام عامل؟ عندنا 4 أيام، لكن ما عنديش عدد الأيام، يبقى أنا لازم أجيب عدد الأيام. عرفنا إزاي ممكن زمن التشغيل يدخل لي في المسألة؟ عندي بعد كده استهلاك ماكينات 3 جنيه في اليوم، وما عنديش برضو عدد الأيام، يبقى لازم هجيبها. أجرة التفصيل 6 جنيه للجيلين. المصاريف الإدارية قال لي 10% من جملة التكاليف وأرباح 20%. طالب مني عمل مقايسة، عمل مقايسة لتحديد ايه؟ ثمن بيع الجيلي اللي هنا بعد طبعا اضافة ربح كام؟ 20%. يبقى انا هنا ما قاليش بقى هاتي واحد كذا، اتنين كذا، تلاتة كذا، ده هو قال لي عمل ايه؟ مقايسة. ما دام قال لي عمل مقايسة، يبقى انا هسترجع الخطوات بتاعتي اللي هم الست خطوات اللي احنا بدأنا بيهم الحلقة، اللي هي مجموع الاجزاء، الطول الكلي بالمتر، الوزن بالرطل وثمنه، وبعد كده الاجور وجملة التكاليف وثمن البيع. طيب اول خطوة عندي هجيب مجموع الاجزاء. ليه جبت مجموع الاجزاء؟ عشان انا عندي ابيض واحمر واسود. طيب مجموع الاجزاء عندي قال لي ايه؟ 2 و2 و2، يبقى 2 زائد 2 زائد 2 هتساوي 6. يبقى انا كده جبت الخطوة الاولانية. هو ما قاليش هاتي مجموع الاجزاء، لكن قال لي جمعي، هتجيبي وزن كل لون على حد. طيب الطول الكلي بالمتر عندي بيساوي عدد القطع في طول القطع، يبقى انا عندي ال 240 اللي هم عدد القطع بتاعت الجيليهات، ضربت في 140 على 100 عشان اجيبه بالمتر. وبعد كده بجيب الوزن. انا هنا هجيب وزن واحد. ليه هجيب وزن واحد؟ لان هو مديني نمره خيط واحده. طب وهجيب وزن بايه؟ هجيب وزن برطل علشان الخامه ورست. كتبت قانون الوزن بالرطل اهو، اللي هو العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه في طه اللي هي طول الغرزه، عدد اسطر السنتي، طول القماش بالسنتي على 100 عشان يبقى بالمتر، 35 على 32 عشان احوله لياردة، وتحت نمره الخيط والطول الثابت. نكمل مع بعض. طلعت الوزن اهو، شلت كل كلمه وحطيت رقمها وحسبت الحسبه بتاعتي، وطلعت 218.4 رطل. وطبعا ما ننساش في الاخر هنا ضفت الاستهلاك اللي هو ال 104 على 100، طلعت كام؟ 218.4. انا هنا ما ينفعش اجيب لها ثمن. ليه؟ لان كل خامه عندي ليها ثمن. يبقى انا لازم اجيب الاول وزن الابيض ووزن الاحمر ووزن الاسود. طيب وزن الابيض هو قال لي ترتيب الابيض 2، خدت الوزن الكلي ضربته في 2 على 6، طلع 72.8. يبقى انا كده جبت وزن الابيض. ثمنه كام؟ قال لي الرطل 28، يبقى ثمن الابيض 72.8 في 28. طلعت وزن الابيض، وناخد بالنا كتبت هنا رقم ايه؟ 1، لان دي اول جنيه يطلع عندي. بعد كده جبت وزن الاحمر، خدت الوزن الكلي ضربته برضه في 2 على 6، طلعت وزن الاحمر، وعشان اجيب له الثمن ضربت في ثمنه، وكتبت هنا رقم كام؟ 2. ناخد بالنا من الارقام اول، لان هي دي اللي بتتجمع معايا بعد كده. طيب وزن الاسود بقى، بعد ما جبت وزن الاسود بيقول لي هتضيف عليه 27.2، ده نظير عمل البرواز. فعلا جبت وزن الاسود وضفت عليه ال 27.2، طلعت لي 100 رطل. هم دول ال 100 اللي انا هجيب لهم الثمن. يبقى ثمن الاسود 100 في 24 ب 2400 جنيه، ودي رقم 3. يبقى انا كده جبت وزن الابيض وثمنه، وزن الاحمر وثمنه، ووزن الاسود وثمنه. مجموعه الاوزان عندي بضيف عليها نسبة الاستهلاك اللي هو قال لي عليها، اللي هو 27.2 رطل، وجبت الوزن الكلي. ليه عملت الخطوة دي؟ عشان اجيب اجرة اللف. قال لي اجرة اللف للرطل 160 قرش، قسمت على 100، طلعت اجرة اللف دي بقت رقم 4. عايزين نخلص المسألة قبل وقتنا ما يخلص. اجور التشغيل هنا قال لي بعدد العمال. طب انا هجيب عدد الايام بتاعتي، اللي هو بيقول لي ايه؟ الكمية المطلوب انتاجها على الانتاج اليومي. انا الكمية المطلوب انتاجها عندي. طب الانتاج اليومي هطبق القانون السرعة في 60 في عدد ساعات العمل في عدد الماكينات على عدد اسطر السنتي في 100، طلعته 48 متر. انا كل ده قوانين وبطبق على طول. جبت عدد الايام اهي، اللي هي الكمية المطلوب انتاجها، قسمتها على الانتاج اليومي، طلعت 7 ايام. طب اجور التشغيل بقى، قال لي العامل كام؟ قال لي العامل 30 جنيه. طب انا عندي كام عامل؟ 4 ايام، وكام يوم؟ 7. يبقى 30 في 7 في 4، يبقى انا كده جبت اجور العمال، ودي رقم 8. قال لي استهلاك ماكينات 3 جنيه في اليوم، وانا عندي 7 ايام،
يبقى 3 في 7 ب 21 جنيه، دي رقم 6. قال لي أجرة التفصيل عندي 6 جنيه للجيليه، وأنا عندي 240 جيليه، وتبقى دي رقم 7. بعد كده عايز أجيب عدد الزراير، قال لي الجيليه الواحد فيه 8 زراير. ضربت ال 240 جنيه في الثمن زراير يبقى 1920 زرار، وبعد كده جبت لهم الثمن ودي رقم 8. جمله التكاليف بقى هتلمي لي كل الثمانيه اللي احنا جبناهم دول، من اول الوزن وانه اول الثمن لغايه المصاريف بتاعتي. المصاريف عندي هنا 110، فخدت جمله التكاليف وضربتها في 110 على 100، يبقى انا كده جبت جمله التكاليف بتاعتي بعد اضافه المصاريف. واخر حاجه هجيب ثمن بيع الجيليه بعد اضافه الارباح اللي هي 20%، خدت جمله التكاليف ضربتها في 120 على 100 وقسمت على عدد الجيليات اللي هي 240. يبقى احنا كده وصلنا لاخر حاجه عندي، ان انا جبت فيها ثمن بيع الجيليه اللي هو 52.2. لو خدتوا بالكم انا ما قربتش في ولا رقم من الارقام اللي بتطلع لي، لكن الناتج النهائي ده كان ممكن يتقرب خالص واخليه 52. يبقى انا كل الارقام عندي انا ما قربتش فيها وما بلعبش فيها، زي ما بتطلع معايا على الاله انا بشتغل بيها، الرقم النهائي بس هو اللي ممكن اعمل له تقريب. يبقى احنا خدنا النهارده قطعنا شوط كبير مع بعض في المقايسات، وخدنا النهارده حاجه مهمه جدا هي تكاليف الانتاج، وازاي انا اقدر اجيب ثمن بيع المنتج بعد اضافه الارباح، وخدنا الخطوات بتاعتنا اللي هي الست خطوات اللي ياريت كلنا نركز فيهم كويس قوي، اللي هي من اول مجموع الاجزاء للوزن بالربط للثمن للاجور لجمله التكاليف لثمن البيع. دي خطوات لو انا فهمتها كويس ومشيت عليها ايا كان المساله هحلها. وخدنا نوعين مهمين، خدنا ان انا عندي هنا ممكن اجيب وزن برطل، وممكن يبقى عندي الوزن بالكيلو لو انا الترقيم عندي بالمتري. طب هو المتر بس؟ لا، ده في مسائل تانية ان شاء الله هنتناولها مع بعض في حلقات قادمة، ممكن تبقى تكس او دينير، وفي الحالة دي برضو بيبقى فيها وزن بكيلو جرام. طيب انا عايزة اديكم بقى تمرين كده واجب ياريت يتحل. التمرين اللي قدامنا على الشاشة ده ياريت كلنا ننقله ونحاول نحله، وتجيلي كده اجاباته على اليوتيوب على الصفحة بتاعتنا عشان نقدر نبدأ بيه الحلقة اللي جاية بتاعتنا إن شاء الله. وبكده نبقى نهينا الحلقة بتاعتنا النهاردة، وخدنا فيها جزء كبير جدا من منهجنا. يتمنى أن أنتوا دايما تتابعونا في حلقاتنا، أتمنى أن أنتوا دايما تشاركوني بأراءكم، وأي استفسارات ليكم ابعتوها لي وقولوا لي إيه المسائل اللي أنتوا مش عارفين تحلوها، ابعتوا لي بس أرقام الصفحات وإحنا إن شاء الله هنتناولها كلنا مع بعض، وبإذن الله يبقى عندنا وقت كمان نكمل ونحل امتحانات وتخشوا مادة المقايسات وانتم مطمنين، لأنها مسألة أو مادة كلنا بنخش وإحنا قلقانين منها، لكن صدقوني المادة سهلة جدا ومباشرة وما فيهاش أي حاجة بالنسبة لنا، كل الحكاية أنا أبقى عارفة الخطوات بتاعتها وطريقة الحل. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى لكم النجاح والتوفيق دايما. ياريت كلنا نركز ونحل كويس. أشكركم على متابعتكم وأتمنى لكم النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.